إذا نحييكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الخاصة لطقس الجزائر اليوم الجمعة 20 من شهر أكتوبر، بالإضافة إلى الولايات والمناطق المعنية بالأمطار والرياح القوية. إذا نبدأ بالفترة الصباحية اليوم الجمعة، مناطق عين تيوشنت، وهران، مستغانم، بالإضافة إلى تلمسان، أيضا ولاية شلف وتنس، وأيضا جزائر العاصمة، ايضا تيبازا، ولاية ايضا السعيدة، وسيدي بلعباس، معسكر غريزان، بالاضافة الى تسمسيلة، لمدية، وعين الدفلة، وخميس مليانة، وتيارة. هذه المناطق ستكون معنية بالامطار خلال الفترة الصباحية باذن الله تعالى. خلال الفترة ايضا الصباحية مع مرور الساعة الاولى، مناطق شمال اغواط، شمال البيض، وشمال نعامة ستشهد ايضا بعض الامطار. ايضا متابعينا الكرام، خلال الفترة المسائية بعض الامطار على مناطق اقصى الشرق الجزائري، ولاية الطارف وعنابة وسكيكدا وجيجل، ايضا سوق هراس وقلمة وقسنطينة الى غاية ام البواقي، بالاضافة الى مناطق جيجل وتيزي وزو، وايضا بجاية ستشهد بعض الامطار الخفيفة مع مناطق بومرداز. بعض الامطار الخفيفة ستميز مناطق سطيف وام البواقي، بالاضافة الى مناطق الاورس، ولاية باتنا، وصولا الى خنشلة وتبسة، وولاية بسكرة والمسيلة. ان شاء الله ستكون على شكل زخات ضعيفة نسبيا. الرياح ايضا ستكون في الموعد على كل المناطق الشمالية الغربية الوسطى والشرقية، المناطق الساحلية، شمال الصحراء والواحات، ومنطقة الثورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.